قال الأوزاعي رحمه الله: قلت لرجل: أريد بيتا بجوار أناس لا يغتابون ولا يحسدون ولا يبغضون. فأخذني إلى المقبرة وقال: إنه هنا مكانهم. أراد رجل مسافر الاستهزاء بأعرابي رآه من بعيد في الصحراء يرعى غنمه، فلما اقترب منه قال الرجل للأعرابي: يا هذا، خلتك امرأة من بعيد. فقال له الأعرابي: وأنا خلتك رجل من بعيد. مر رجل كان شديد التطفل اسمه أشعب بقوم يأكلون طعاما وهم مجتمعين حوله، فقال: ماذا تأكلون؟ قالوا: نأكل السما، يريدون التخلص من تطفله. فقال لهم: الحياة بعدكم لا قيمة لها، وجلس يأكل معهم.